ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. خاتم سليمان، الجزء الثاني. نجح العميد مصطفى ولد المختار في إقناع رئيسه بالخطة التي وضع لسبر أغوار لغز الاعتداءات التي تشهدها منطقة نفوذ ولاية أمن الرباط، وكانت أغلبها سرقات بالنشل، وكان الضحايا من المسنين الذين يتم الاعتداء عليهم أواخر كل شهر. الاجتماع الذي عقده أمس العميد بندريس مع مرؤوسيه حمل شحنة قوية. في اليوم الموالي لم يكن النهار قد انتصف بعد حين رن الهاتف في مكتب العميد ولد المختار. في الطرف الآخر من الخط كان العميد الإقليمي بندريس ينقل إليه اغتباط الوالي بالعمل الذي ينوي القيام به، ويبشره بأن 4 مفتشين من خريجي المعهد الملكي قد ألحقوا بفرقته، منهم مفتشتان أحرزتا على معدل عال في ميدان المصارعة يتعين إشراكهما في الخطة. ختم العميد بندريس كلمته بأن أمر بمباشرة التنفيذ بدءا من الساعة 8:30 بعد الزوال. كانت الخطة جاهزة، تم تزويد الفريق بأجهزة اتصال لاسلكي وبسيارتين مموهتين. من قدام المفتشين تم دس 2 في طابور الانتظار يتعاقبان، ومن الشباب أوكل إلى المفتشتين مراقبة الخارجين من المصرف واقتفاء اثر من قد يكون هدفا. في 4 عصرا اغلقت الوكالة البنكية ولم يحدث ما يثير الانتباه. في اليوم الثالث تلقى العميد مصطفى ولد المختار اتصالا من داخل المؤسسة البنكية من احد المفتشين اللذين يقومان بالمراقبة. لقد لفت انتباه المفتش الاهتمام المبالغ الذي ابدته موظفة البنك حيال امرأة عجوز. قامت الموظفة باجراء مكالمة من هاتفها المحمول فور ان احالت العجوز على الصندوق. على الفور امر العميد ولد المختار مفتشة الشرطة لطيفة بمراقبة العجوز ذات الجلباب الأسود التي تهم بالخروج من الوكالة البنكية. يبدو أنها توصلت بمبلغ مالي محترم. تلاحقت التطورات سريعة. في الشارع ظهر فجأة شاب في العشرينيات يخفي نصف وجهه بقبعة. كان يقتفي اثر العجوز، وكانت المفتشة لطيفة تسير ايضا في خطى العجوز، بينما تلقت المفتشة راضية الامر بان تبقى متقدمة الظنين وان تنتظر التعليمات.
كان الشاب ذو القبعة السوداء يمشي وراء السيدة العجوز، يتوقف حين تتوقف ويتحرك عندما تستأنف سيرها. عندما غادرت الشارع الرئيسي توجهت نحو المدينة العتيقة، وكلما تقدمت نحو وجهتها كان تدفق المارة يقل. كانت لحظة الاعتداء تقترب، وما أن دخلت العجوز زنقة ضيقة حتى هاجمها العشريني ذو القبعة السوداء. تحت تهديد السلاح أرغمها على تسليم حقيبتها اليدوية، أخذ منها ظرفا كان فيه المبلغ المالي الذي استخلصته من البنك. حين حاول الفرار لاحقته مفتشة شرطة الشابتين وحاصرته. تمكنت المفتشة لطيفة التي تميزت في رياضة المصارعة من أن تشل حركته، وتم تصفيده وتجريده من سلاحه ومن الغلاف الذي انتزعه من العجوز. في الشارع كانت السيارتان المموهتان تحملان مجموعتين من رجال الشرطة. في إحداهما كان العميد مصطفى ولد المختار يتابع العملية لحظة بلحظة. التحق مسرعا بمفتشتي الشرطة. تم نقل الضنين والضحية إلى مقر المفوضية. عثر لدى الجاني على هاتف النقال. اعتبر المحققون ذاك الهاتف ربما قاعدة بيانات حقيقية. استخرجوا منه كل الأرقام التي اتصل بها الضنين، وأيضا أرقام الهواتف التي تلقى من أصحابها اتصالات. في سياق التحقيق قال الضنين، وتبين أنه يدعى حسن بن محمود، إنه رأى العجوز خارجة من البنك، وإنه اقتفى أثرها بغرض سلبها ما قد تكون تحمل من مال، وإنه إنما قام بما قام به بمفرده، وإنه لا شريك له في كل ذلك. خضع الجاني للتحقيق ثم نقل إلى محل سكناه لتفتيشه، حيث عثر على عدة حقائب يدوية أغلبها للنساء، وبداخلها أوراق تعريف ووثائق أخرى تخص أصحابها. ولما واجهه المحققون بما تم اكتشافه في منزله لم يصمد، واعترف بأن ذلك كان حصاد أعمال سرقة بدأ يقوم بها منذ أكثر من سنتين. بشكل موازن توقف المحققون عند أرقام الهواتف التي كانت آخر ما تلقاه حسن بن محمود. كانت ثلاثة أرقام هاتفية، اثنان منها اتصل به من داخل المؤسسة البنكية من هاتف السيدة رحمة بنت علي الموظفة التي تعمل بشباك المصرف. كان العميد ولد المختار قد وعد الضنين العشريني بأن عقوبته ستخفف بقدر ما يدلي به من اعترافات، فأقر بأن رحمة بنت علي موظفة المصرف ترأس عصابة من ثلاثة أفراد، كان هو أحدها. لقد قدم حسن بن محمود معلومات حول عمل العصابة. كانت رحمة بنت علي مكلفة بمراقبة الحوالات البنكية والتأشير عليها، وكلما رصدت حوالة بها مبلغ مالي هام، والأفضل أن يكون صاحبه أو صاحبته من المسنين، كانت تتصل بفرد من العصابة يكون قريبا من البنك، تزوده بأوصاف المستفيد أو المستفيدة، وأيضا بالمبلغ المالي الذي بحوزته. بقية القصة أنتم تعلمونها، يتم التقفي فالهجوم فالسرقة فالفرار. طلب العميد ولد المختار من الضنين أن يتصل باستعمال هاتفه الشخصي برحمة بنت علي، وأن يضرب لها موعدا يلتقيان فيه لاقتسام ما سلب من العجوز. حضرت رحمة إلى المكان المعلوم في الموعد المحدد، وما كادت تقتعد مقعدها حتى انطبق عليها الفخ. تم تجريدها على الفور من هاتفها المحمول. في ذلك اليوم اتصلت بحسن بن محمود ثلاث مرات،
هو من عائلتي، قالت، واتصلت به لأمور تخص العائلة. كان الضابط الممتاز محمد بن بوشتة من تولى التحقيق مع رحمة بنت علي، وبعد أن وقعت على المحضر الذي تضمن أقوالها أخبرها بأنه سوف يرافقها إلى بيتها لإجراء تفتيش روتيني للتحقق مما ورد في تصريحها، ولم تجد بدا من القبول فرافقها وأعضاء من فرقته. كانت تحدث نفسها بما ينتظرها، كانت خائفة ولم تستطع أن تخفي خوفها. ما أن باشر الفريق عملية التفتيش حتى جاءت الثمار تباعا، تم العثور على صندوق يحتوي على عدة سلاسل ذهبية وخواتم وكلها لنساء. لم تستطع رحمة أن تقدم إثباتا على ملكيتها بطريقة مشروعة، انهارت وما كان لها أن تتماسك. اعترفت بأنها رئيسة عصابة تتكون من ثلاثة: حسن بن محمود ورضا بن عثمان وحميد ولد الحداد المدعو بالجنطة. إلى هنا انتهى التحقيق. تبين أن العصابة التي ترأسها رحمة بنت علي كانت تصطاد ضحاياها من بين المسنين الذين يصرفون مستحقات معاش أو شيكات أو حوالات بنكية. كانت رئيسة للعصابة، بل هي عين العصابة داخل المصرف، بل كانت عقلها المدبر. سنرى في الحلقة القادمة أن قصة الخاتم إنما تبدأ حيث توقفنا. ملفات بوليسية.